ايه القرف ده؟ جراية عيد. ايه يا عم ربيع؟ انت عامل الطبيخ ده بمية البحر ولا ايه؟ انا مش عايز طريقة، كله انت ساكت. هو في ايه؟ المكنة اتطفت. سالحة دي حد باصص لنا فيها، تعالي كلي. طب قوم نشوف في ايه؟ ما تيلا. المكنة ما فيهاش حاجة. والحل؟ انت مش ميكانيكي؟ الا ده المكنه ما فيهاش ولا نقطه جاز. انت جايبه كام برميل جاز؟ جايبه صح. اللي هو كام الصح بتاعك ده؟ مالكش تسال. ماليش اسال ازاي؟ ده احنا بقى مش على راي المثل، لا ده احنا في المثل ذات نفسه، كلنا في مركب واحد. ماسوره الجاز بتسرب. وريني. خليك لحامها ماهوش كيمياء. برضك هتفضل في الجلع يا عم ربيع. حد ينولني مكنة اللحام. ما ايدكم معايا يا رجال. وبعد ما نلحم التانك هنرجع ازاي؟ نشوف مركب تقطرنا. احنا مش هنرجع غير لما نصطاد. لا صيد ايه دلوقتي؟ احنا في عرض البحر ومعناش جهاز. هو ممكن يبقى في حل يخلينا نكمل. اسمعي، احنا مش هنرجع غير لما نصطاد.